الرزاز صائما عن الكلام طيلة الأيام التي عشنا بها على أعصابنا مما يجري في الرمثة، وغاب عن المشهد كما غابت وزيرة إعلامه، وكما غاب وزير الداخلية الذي ما زال يتعامل مع الأحداث بعقلية التسعينات عندما كان وزيرا للداخلية أيضا، ثم خرج علينا دولته ليؤكد أن الحكومة تستهدف ملاحقة حوت التهريب الأكبر تعليقا على الأحداث الدائرة في الرمثة. ربما استخدم الرزاز مصطلح الحوت كونه يتناسب مع احتجاجات بحارة الرمثة، أو ربما ليتناسب مع الطلب الذي تقدمت به وزارة المياه والري للمواطنين بضرورة تأجيل الأعمال المنزلية غير الضرورية للأسبوع القادم بسبب الظرف المائي الحرج. فعلى ما يبدو أن الحوت الذي يبحث عنه الرزاز التهم الأخضر واليابس ثم هضم ما التهمه مستخدما المياه. عموما فإنني أعلن نيابة عن أولاد حارتنا واللي بيمونوا عليهم أننا سنتطوع مع دولة الرئيس للبحث عن الحوت الكبير حتى نودعه في السجن، لكن المشكلة أن أبواب سجوننا ضيقة ولن تتسع له، لذلك من المرجح أن يكون مصيره البراءة. عندك بحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس.